قال ربي؟ ربي قال بس ذاك اللي اسمه فرعون. ايه فرعون. ربي قال حلو الفرعون يموت. ليش؟ قال كذا، قال سو كذا. ايوه. سو سارع ربي ودخل بالبحر. ايه دخل بالبحر بالشارع. أيوة. فمن جت البحر كذا بوم مات. ومات ليش؟ حتى بحرفة عشان كل الناس يشوفونه ما يشوفون إياه. بس ليش؟ وش سوى هو؟ سوى أشياء خاطئة. سوى أشياء خاطئة؟ إيه ما يعبد الله وما يصدقه ويقول ما في الله. لو إنهم قالوا له أصلا في الله، أجل مين خلقك؟ صح. لا ما يقولون له. أنتم مين علمكم؟ الواحد ماما. حلقني أقول له مين حلاك سلي مين حلاك هو زي إيش تقول تقولي؟ هو كأنه ما حس حق حال فارس. شو اسمه؟ اسمه سنع. هذا كأنه سنع. إيه. والله شوف وجهه. مايت. ورني وجهه. متحمس ليش؟ تحمس لأكاديمية فارس الجديدة. إيه؟ تدري هم ما يدرون أننا حنا بنفتح وقت علمهم. والله ما يدرون أننا بنفتح جديدة. بنفتح أنا وين؟ نفتح شمال. شمال الرياض. شمال الرياض. وش تبغى تسوي أول يوم؟ أول يوم أدقدق بالكرة. دقدق؟ إيه؟ جيب كرة. ترى ما يدرون حسبك ما تعرف. دقدق دي. أنت تمشي زي مين؟ شو؟ تمشي شلون؟ كيف؟ لا 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 المشي الثانية كيف؟ اللي أنت تمشي زينا ولا زي الناس؟ يلا سوها. أيوة أيوة. الناس يحسبون أنت الحين كم عمرك؟ 8 سنوات صح؟ يحسبونك ما تعرف الدقدق. أتحداك يلا ورهم إنك الدقدق 3. طيب أبغى 4 الحين. 4 1 1. تقرب شوي، قرب من عندي. إيه 3 4. ما شاء الله تبارك الله. شكلك إذا جيت الأكاديمية بتصير الكابتن. ها حتى أنت. أنت تجلس تدري شو تسوي بالأكاديمية؟ تقول لهم قصص. إيش رأيك؟ قلهم قصص. وأحمد يلعب ولا إيه؟ ترى في مسبح تدري؟ إيه مسبح. أنا أسبح. إيه أهم شيء أسبح ملابسي. أيوة أجيت أصلح بالمسبح سوي كذا. أيوة يسلام يسلام كذا بالطب. إيه كذا صراحة كذا. تحب دقدق ولا دور الكرة على يدك؟ لا أنا أحب دقدق. أنت؟ أنا أحب دور الكرة على يدك. طيب أنا بسألك سؤال، تحب أنت دقدق ولا تمشي لدينك؟ أمشي لدينك. ورنا ما وريتنا. ما شاء الله. أبا بطحت؟ لك شيء؟ الكرة راحت كذا طاية. أوه أنت هناك بتسالف. هناك أنت بتسالف. شو رأيك؟ ما أحب أنا الشيلات وهذه الأشياء. ما أحب. شو رأيكم؟ شو رأيكم بلبسي؟ هذه بيجامة. شو رأيكم؟ حلو؟ حلو. أطلع فيه عند الناس عادي؟ لا. لا مو حلوة. أنت ما تحب عشان أنا أحب جرين. أنت تحب الجرين؟ إيه. وأحمد أنت وش تحب؟ اللون الأحمر والأسود. وأنا أحب الأحمر أبيض. طيب ترى ما يدرون. إيه. متى بنفتح التسجيل الأكاديمية؟ متى؟ حتى أنتم ما تدرون. أعلم. إيه قل لهم. الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي. شوف حال فارس. قل العدد ما
العدد محدود. العدد محدود. العدد محدود. أنت أحمح لك سن لك يوم المعلات اللي يحجون حقاتنا الكبيرين. إيه. نبت حقك. أيوة. فمن حجوا. حجوا. إيه. طبعا اللي ما يدري سنة صار باستراحتهم صح؟ إيه. شو رأيكم فيه؟ حلو حلو. ياكل كيس. وياكل كحرة. يلا تحداي ابغاك تدقدق ثنتين. ايوه ثنتين صح؟ بركبتك وبرجلك. طيب يلا دقدق ثنتين. يلا. واحد اثنين. اوه والله اثنين، تعال كفك. واحد كفك. بطل. ليش الحين صدق سنة ترى ياكل كل شيء ليش؟ ياكل اي شيء بالارض صح؟ انا عارف ياكل ملابسك. اي ياكل كل شيء ليش؟ انا عارف. لأنه صغير. صغير. صح. هذا الحيوانات كلهم حتى الأسد ما عندهم عقل. ما يدري. مرة عندنا كلب راح. صدق؟ إيه. بالاستراحة كان. نشتري ثاني شرطي. اشتري شرطي. إيه. عشان يصير حارس. إيه. أنا ما أحب الكلابة. وشلون ما يحب الكلابة؟ أنا ما أحب، لو جبته بهج. والله؟ إيه. مودي أنا أشوف أنت. ما شاء الله دايم يعني تصير فنان بالكورة وفنان بالشقلبة، شكلك تدعي ربك كثير. إيه. صدق والله؟ والله. وش تدعي؟ أدعي يا رب يكون عندي عضلات كبيرة، يا رب تحفظني. أيوه وش بعد؟ ويا رب يصير رياضي كبير. شكلك عشان كذا. وهي أقول له شفت يوم كان عمري 3 أيوه وسنين كنت أتشقلب كذا. أنا عرفت إنه مني عمري واحد كنت أسوي كذا. تدري أنا من يوم كنت قدك كنت أدي ربي، علشان كذا الله وفقني وصرت فنان بالكورة. فأنت عشانك تدعي أتوقع إنك بتصير فنان. أنا صرت عشان تدعي صرت فنان بالكورة، أنا صرت أدي صرت فنان بالقوة. شوف عضلاتك ما شاء الله. شد شد. أيوة. هي تجيب قارورة مويه. أيوة. تدورها. شفتي جبت هذه عليك وهذا عليك. دقيقة دقيقة، في واحد جاي. وشو هذا؟ وشو جاي بالتراب؟ كل هذا عشان الكاس؟ طب شوف بنلعب لعبة، أجلس هنا خلينا نشوف وش اللعبة. كمل أحمد. اللعبة جيب قارورة مويه تدورها. إيه. لازم اجاوب، لازم اجاوب على السؤال او تحدي. يلا ابدا. انا اسالك دقيقه بفكر. بعطيك تحدي بدال السؤال. جيب مويه فيها اقل من هذه المويه وابغاك توقفها 3 مرات ورا بعض. يلا يلا هنشوف. وهذا 3 مرات ورا بعض. 3 مرات ورا بعض. اي وقفها 3 مرات ورا بعض. واحد. واحد. اثنين. واحد. واحد. خسرت. خسرت. بس والله بطل، وقفتها 2 مرات ورا بعض. كفك من بعيد. طيب وشو؟ شوف اذا انا جتني كذا انا بسالك. ايه. اذا جتني كذا انا بسالك، اذا جتك انت كذا انت بتسالني، اذا جتك انت كذا انت تسالني، عرفت؟ طيب. انا اسالك مره ثانيه. سؤال، تحب المدرسة بالبيت ولا تروح للمدرسة؟ وش احلى؟ بالبيت. طيب ابغاك تقولها بالانجليزي. انا احب المدرسة بالبيت. I love the school in the house. ما شاء الله تبارك الله. انا اللي علمتك انجليزي صح؟ شو؟ انا اللي علمتك. لا. طيب مين اللي علمك؟ انت. ليش ماسك كرة منديل؟ لا
ها؟ قايل لكم بالكلمة بيسولف، ما هو بلعب. طلع سؤال انت سألني؟ ايه طلع سؤال، ابي اتحداك بتحدي. سؤال وتحدي. تحدي يلا. اتحداك ايه تجيب موية فاضيه ايوه وتشربها ورا بعض 5 مرات. فاضيه؟ ما اقدر ما اقدر، لا لازم تحدي ثاني. ها اتحداك عيونك ايوه لو لفيت هنا خليها بنفس المكان. شوفني هنا. اوه اشوف اشوف شلون شلون. صراحة ما اقدر، انت لحالك اللي تقدر. والله سهل بس تلفاتك. والله والله اجلها سويتها سويتها. والله ردة الفت، لازم تسمعني يوتيوبر. تبي تصير يوتيوبر معنا؟ انت تقول قصة او اطب المسبح. تقول قصة طب المسبح كذا؟ اي شوفوا. اوه ما شاء الله. ايش رايك نفتح لك قناة باليوتيوب تعلمهم كيف يطبون بالمسبح؟ أيوة 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 أيوة. أنا أسألك أو أتحداك، أتحداك تسوي الحبل أول شيء رجلين بعدين رجل واحدة. يلا على طول على طول على طول. أيوة دقيقة دقيقة، وخر وخر هذا. أيوة بس هنشوف. ورنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رجل. أيوة 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الفيديو شوف أسوي كذا بسناب كذا ثم كذا ثم أسوي كذا ثم توقف تحت. خليها سريعة كذا. طيب 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 يلا. شلون؟ تصير نفسك تصيح؟ يلا دقيقة. أمك تو تكلمني تقول عمرك 7 سنوات مو بـ8. صح. ليش تبي تسوي نفسك كبير؟ ها؟ 7 من 8 يعني أنا عندي 8.